الاخوان تفضلوا باش تلقاو الاسئله ديالهم. الله يجازيكم بخير. الاسئله تكون متعلقه بما هو تقريب المباراه والمده ديال النظام غادي تجي 20 دقيقه وشكرا. قبل من التسجيل ديال الهدف الدقيقه 40 المباراه كانت يعني الشوط الاول كان متكافع، يعني كنا منتظرين على ان شباب اطلس خان افريقيا يلعب لو ستيل ديريكت، يلعب كره طويله عاليه كثيره، كيعتمد كثير على الكرات العاليه وهما كيتقنوها، وكنا عارفين بان غادي مع الاسف كان واحد السهو ديال في اخر ديال الشوط الاول في الدقيقه 44 داك لا دافياسيون ما كانش متابعه ديال اللاعب اللي خدا الكره باش تسجلت الكره، يعني مباشره يعني ما فيهاش كره ملعوبه ولا مباشره تلعبت، كانت اون دافياسيون تسجلت هذا. ورغم ذلك يعني اللي اثر كثير في المباراه هو الهدف الثاني، يعني اللي غير مقبول بالنسبه ليا انا نستقبل جوج ديال الاهداف بكره ثابته بنفس الطريقه، يعني وعطينا لي كونسين على شكون هما اللي غيعملوا الماركاج للاعبين وهذا، ولكن يعني مع الاسف يعني باش كتستقبل جوج ديال الاهداف بضربات ثابته يعني كتولي صعيبه الماموريه، وخصوصا كتلعب في ملعب اللي صراحه ملعب صعيب باش تلعب فيه اذا كنتي هذا الملعب حتى الغازون ارتيفيسيال ماشي غازون ارتيفيسيال، يعني صراحه يعني صعيب باش تلعب فيه. شباب اطلس خنفا كيدربوا فيه ما عارفين لي غوبير ديالهم، حنا كنتقبلوا اليوم شباب اطلس خنفا كانوا عندهم الواقعيه اكثر منا، كانت عندهم يعني الفعاليه اكثر منا، كيستحقوا ينتصروا. حنا انهزمنا ماشي اخر المطاف، على العكس مازال امامنا الميركاتو اللي غادي نصلحوا فيه بزاف ديال النقائص اللي عندنا، لان كنعرفوا بان نقائص كثيره كيعرفها الجميع على المستوى البشري وعلى المستوى ديال البدني ولا التقني ولا التكتيكي، غنحاولوا ان شاء الله باش نصلحوها في المباريات المقبله في الميركاتو باش ناخذوا المباريات ديال الدور الثاني ديال البطوله في احسن حاله وفي ظروف احسن ان شاء الله باش نخرجوا من هذه الازمه هذه. شي تمرين بالنسبه للهجوم تاع الكاب كانت بعض يعني امام المرمى يعني ثلاثه ولا اربعه ديال ما كانتش فعاليه، صحيح ما كانتش فعاليه اليوم ما حضرتش الفعاليه هذه كره القدم. حنا الفعاليه بالعكس كانت عند شباب اطلس قنيطرة، اي فرصه كانت كتسجل كانوا يسجلوها بنصف الفرصة في الشوط الأول، سجلوا في الشوط الثاني بضربة جوج ضربات ثابتة، حنا حتى حنا فرص كذلك حتى حنا بضربة ثابتة ولا باللاعب، ولكن ما كانش فعالية ما حضرتش اليوم فعالية، لا يعني بأن بالعكس أسبوع كانوا تراوري دوز أسبوع كامل هو تدرب معنا مرة واحدة، با يعني حتى هو تدرب معنا مرة واحدة، يعني كانوا بعض الاصابات اللي اثروا شويه، ولكن حنا غير ما نقلبوش على المبرر ديال الهزيمه، حنا كنستحقوا اليوم الهزيمه لان ما حضرتش الفعاليه وعرفوا كيفاش يستغلوا الفرص ديالهم شباب اطلس خنيفرة. لي كوموندور ديال السي قبل ما نلعبوا المقابله امس درنا فيزوناج ديال الفريق المنافس اللي تنقول لكم احترام قياده السي المبيني، فاحنا عطينا دي كونسين اللي تيفرح حاليا هو ان اللاعبين تيطبقوا تعليمات بالحرف، شفتوا جوج ديال الكرات الثابته فكنا حنا اشتغلنا عليهم وتكلمنا مع اللاعبين بان غادي نلعبوا ادو باش نديروا نوعا ما واحد الكوك في الدفاع، لان تنعرفوا طول ديال القامه ديال اللاعب خصنا باش نتفاداوه. فاليوم الاهم حققنا هو ثلاثه ديال النقاط، الفعالية كانت اليوم 100%، ممكن ليلا يعني أن مدينة خنيفرة بجمهورها على هذا الفريق، لأنه دار ماتش بلان على جميع المستويات، نتمنى باش نبقاو في هذا المستوى باش نفرحوا شباب أطلس خنيفرة. صحيح لأنه من أول موسم لعب ما سجل الهدف ضد فريق الرجاء البيضاوي غاب عليه غادي نقول توفيق،
لان ما عندوش، لان نور الدين كوتش عنده واحد الدور مهم في الفرقه. احنا ما عندناش نعتمدوا على لاعب اللي تيسجل، فإلا شفتوا الاسبوع اللي فات سجل كل من اللاعب مام قبل منه سجل لابو قبل منه سجل العرب. فاحنا عندنا فريق متجانس، الكل يقدر يسجل الهدف. امس في الحوار ديالي مع اللاعبين موجود حاليا بجانبي سيد حماني، فقلت لهم شكون اللي يقدر يسجل، فجاوبوني هما بالحظ قال لك كل شيء يقدر يسجل في الفريق، ولكن اليوم اللي كان يسجل هو اللاعب وحتى اليوم نهدو يسجل جوج ديال الاهداف. اليوم الواقعيه كانت توفقنا ان نسجلوا الاهداف، اللي انا فرحان ليه هو اللاعبين طبقوا التعليمات بالحرف، لان عرفنا بعد نقاط ضعف ديال الفريق المنافس، فاحنا اشتغلنا اليوم وتوفقنا والحمد لله. دوله نقلبوا على التوليفه اللي غادي نلقاو مؤخرا، يلا خدا الرسميه ديال اللاعب الصحفي اللي صار من لاعبين ركائز. فاحنا من بدايه الموسم كنا تنحاولوا نجربوا بعض اللاعبين، كان في البدايه سيد حماني هو اللي اساسي، من بعد وقعت له بعض المشاكل فهو تيساند الاصدقاء ديالو. اللي تيفرح في وسط الفريق هو كاين ان جروب، هذا شيء مهم بالنسبه للفريق. يمكن ما يكونش عندك نجوم، ولكن اذا كان عندك ان جروب غادي تقدم اداء بهذا الشكل هذا، ويمكن يكون عندك نجوم على اعلى مستوى ما توصلش لهذا المستوى. المستوى تاكتيك اللي كيعطي لنا سي سامر عايش، لان ندمجنا بسرعه معاه، دخلنا واحد الفكره عالي، لان كنا نوصل بسرعه لمرمى الخصم. اشتغلنا هذه المباراه جيده مع سي سامر عايش، لا في الملعب ولا في الفيزيوناج اللي قمنا به البارح وقرينا فريق بلاد القرطاني. الحمد لله اللي التحق بنا سي سامر عايش، عطانا واحد الاسلوب واحد الفكر، كل مباراه كنزيدو ناكدو له. ان شاء الله لا خوف على خليفر هذا الموسم، لان عندنا مجموعه جيده الحمد لله، واللاعبين كلهم خوت لا في الملعب لا في الفندق، لان باغيين هذه السنه نحققوا شي نتائج ايجابيه ان شاء الله، لان نتحققوا في المراتب الاولى. والحمد لله على النتيجه اللي اكدناها بعد مباراه كوكب مراكشي، ونزيدوا نشتغلوا اكثر باش نمشيو لمدينه خريبه نحققوا نتائج ايجابيه. وعندنا فترة راحة نتعلم كيفاش نعيش، نشوفوا الأسر ديالنا، وباقي لنا العمل طويل، لأن يكون الروتور يكون عمل شاق جدا. إن شاء الله نحققوا نتائج إيجابية ونفرحوا الجمهور الخنيفري اللي مساندنا بقوة إن شاء الله هذا الموسم إن شاء الله. وشكرا. ما كانش كفاية باش تبقوا داك الشيء اللي خدمنا عليه في وسط السيمانة، خدمنا على شي حوايج اللي هما باش كيلعبوا الفريق الخاص، ولكن اللاعب ما تمكنش باش تبقوا هذا الشيء. ولكن كنتمنى الله باقي التوسل، باقي الماتش ديال قصد الثلاث ان شاء الله تكون شي نتيجه ايجابيه، وباقي الراحه ان شاء الله، ونجيبوا شي لعابه ان شاء الله اللي غيدعموا الفريق ان شاء الله، وتكون شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله في الدور الثاني. كيقوم به اسوفي، ولكن كان غير كافي، لان ملي كتلعب مع فريق كيلعب لو سيت ديريكت، يعني كره ساقطه كل مره، يعني في خمس دقائق تلقى خمسه ديال الكواري ولا اكثر نازلين في ولا بدا غطيح في. يمكن نتكلموا حنايا على لا ترانزيسيون ديفونس اتاك، بصح كانت ناقصه اليوم، لان كنا كنسترجعوا الكره ولكن كان الخصم كيستعود عليها، لان لو اننا في ديك الكرات لان في 44 دقيقه حنا كنسترجعوا الكرات ولكن ما كنحولوهاش الى هجمات خطيره. يعني كانت شويه ديال الشوط الثاني على العكس، كانت شويه ديال المجازفه، وهذا اللي خلى يعني ولكن على كل حال كنظن بان ماشي غير لو مونور دو جو، كاين عندنا واحد ثلاثه ديال المراكز اللي خصنا، ولا اربعه لاعبين، اربعه لاعبين في ثلاثه ديال المراكز اللي خصنا ندعم باش الفريق يكون عنده شخصيه ويكون متكامل ان شاء الله في العوده ديال نستغلوا باش نحصلوا على اثنين نقطة النقطة، لأن الكل تيعرف المرحلة ديال الإياب ما تتكونش سهلة، والكل تيعرف بأن البداية ديال المرحلة ديال الإياب غيكون عندنا خمسة ديال المقابلات اللي هي ماهياش سهلة. نذكركم بهذاك لو سيكل اللي من بعد قسم التابلة غادي يجي ديال تطوان، الرجاء، الوداد، طنجة،
فالحمد لله حنا دابا تنحقوا الاهم غادي نزيدو نقلبو كيف ما قلتي على اقل النقاط في مدينه خريبدة باش نساليو هذه المرحله ديال الذهاب في واحد المرتبه مريحه وناخذوا اكبر عدد ديال النقاط. الجمهور ديال خنيفرة تنتظر منا شيء الكثير وحنا واخدين على العاتق ديالنا هذا الشيء، هذا علاش غادي نمشيو باش ان شاء الله نفرحوا مره ثانيه ان شاء الله. تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.